حماد والبقية. الجدول الثاني يا شب أدرف مرة أخرى إلى تصميم الجدول. طيب الجدول الثاني خاص بالموظفين، يحتوي لي على الرقم الوظيفي، نوع بيانات الترقيم تلقائي، وأيضا اسم الموظف، نوع بيانات النصية، الجنس، نوع بياناته، معالج البحث، قد يكون الجنس ذكر وقد يكون أنثى. طيب إنها بعد الجنس معي المؤهل، المؤهل معالج البحث أيضا قد يكون المؤهل. طيب أنا عاد أبدأها بلا مؤهل، ثانوية، دبلو، جامعي أو بكالوريوس يعني أو أخرى. إنها تاريخ التوظيف، تاريخ التوظيف، نوع بيانات تبصروا من ضمن القائمة، تاريخ ووقت، المسمى الوظيفي، المسمى الوظيفي، معالج البحث، المسمى الوظيفي قد يكون معلم وقد يكون إداري وقد يكون وكيل وقد يكون مدير للمدرسة وقد يكون أي أخرى. يكفي ذولي البقية أفعال أخرى. طيب الراتب، انتبهوا لي بهذه النقطة، الراتب عاد أخليه رقم فيما يتعلق بالخصائص. أول نقطة قبل ما أفعل أي حاجة بسوي البرايمري كي أو المفتاح الأساسي على الرقم الوظيفي، مفتاح أساسي. للمرة الثالثة المفتاح الأساسي وظيفته منع التكرار ومنع القيم الفارغة، وهو السر في قواعد البيانات، هذا هو أهم حاجة. طيب عملته، لا 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 التنسيق عن خليه عملة احنا، ايوه لا تستعجل يعني. طيب عاد احفظه باسم الموظف، هذا نفس الاول ما فيش اختلاف ولا لا؟ الاختلاف الان اتكلم فيها الان فيما يتعلق باسم الموظف مبدئيا. شوفوا معي هنا في الاسفل خصائص الحقل، بيحجز لي مساحة مقدارها 255 حرف. انت لما تجي تشوف اسمك الرباعي مع اللقب ما يوصلش 50 حرف، فأنا عاد أكتب 50 حرف على أساس لا يثقل لي قاعدة البيانات. الجنس، أين الأكثر بيدخلوا في المدرسة، ذكور ولا إناث؟ صح؟ طيب إذن ليش معمل القيمة الافتراضية أنثى؟ ركزوا لي هنا في القيمة الافتراضية، ايوه هذا في القصة وما فيها ان الشيء سهل الامر على المستخدم في ادخال بيانات بالضبط. طيب المؤهل، اكثر ذي بي الموظفين عندنا ايش مؤهلهم؟ حلو، اذا نعمل قيمة افتراضية جامعي، يبدأ بالظهور الجامعي. شكرا يا استاذ معاذ، فعلا يعني يظهر لي مباشرة جامعي، وبعدها لك الخيار شو تغيري غيرته. طيب تاريخ التوظيف، ما افعلش اي حاجه مؤقتا، باجلها لبعد شويه. المسمى الوظيفي، ايش غالبيه الموظفين؟ معلم. الراتب، شوف الراتب وين تسالني اول محمد، الراتب هذا عمل تنسيقه كعمله، هذا عمله. طابت المنازل العشريه يعني فعلها منزلتين. القيمه الافتراضيه، كم الحد الادنى للرواتب؟ 68. طيب طيب تمام تمام، هذا انا بنفعل كاعلى حد يعني، او كغالبيه، كغال يعني الغالبيه ايش بياخذوا؟ ايوه كم؟ 68. خلاص لاحظوا هنا الان عاد اعمل في القاعده حيث اتجنب الاخطاء. ليش ما اعمل قاعده؟ يعني الان يجي يدخل لي بالسالب، سالب 60,000 يقبل، يدخل لي واحد راتبه مليون يقبل. الرواتب نخليها من كم مثلا؟ من 30,000 حتى كم؟ حتى 100,000. طيب في القاعدة ليش ما جكتوب أكبر من 30,000؟ شوف 30,000
مسافة واللي هي أنت أقل من كم؟ 300,000. أيوة. طيب وإذا لم يلتزم بهذه القاعدة عدي له نص، هذا زي اللي أخذناه أمس قعدت تحقق من الصفة. أيوة إجابتك أنا أكتب أيش أخي الكري؟ أيوة الإدخال خاطئ. أيوة طيب عاد أحفظه الآن محفوظ باسم الموظفين مبدئيا لو أجي أشغله مرتين شوف ليش بيظهر لي هنا عاد ما قبش معي بيانات قد ظهر لي أنثى وجامعي لأنها كلمة افتراضية. طيب بحفظ التغيرات ما رأيكم لو أزيد أطلع حاجة معينة ولا انتظر خلونا الخطوة الثانية خليها أي شيء اللي عيد أي شيء عيد يا طيب